ازيكم يا مواليد برج الثور، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الثور ليوم الثلاث 28 يونيو حزيران 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 20 ابريل ل 30 ابريل. عندك قرارات كتيرة تعتبر عفوية في الفترة دي، هتدخل من خلالها في روح تعتبر جديدة لكل علاقاتك من خلال الافعال اللي بتعتبر مش تقليدية وحتى فيها عفوية اكتر. هتشوف ان ده مش صعب بشكل كبير ولا هيقلل ثقتك النهاردة بنفسك. ممكن تفاجئ اشخاص كتير جدا حواليك بطرق مختلفة جدا. هتقابل ايضا عدد كتير جدا من المقترحات اللي لازم تبقى بتحملها بشكل جدي اكتر. ممكن من خلالها تتحرر من اغلال كتيرة كانت بالنسبة ليك قمعية في الفترة اللي فاتت وحتى في انماط تعتبر تقليدية. هتسيب زمام الامور النهاردة لشخصيتك بشكل كبير. توقعات العشرية الثانية مواليد 1 مايو ل 10 مايو. مهامك النهاردة تعتبر اختبارية بشكل كبير. هتواجه في يومك ده مشكلات جديدة في الشغل، إلا إنك هتلاقي دعم كبير جدا في الوقت المناسب ده. هتعرف من خلاله تستمر في شغلك بهدوء أكتر. ما ترفضش الدعم ده خاصة لو كان بيجيلك من مصادر تعتبر غير عادية. أما في اللي بتتعلق بصحتك فممكن إنك تحدد المسار المستقبلي ده بشكل إيجابي أكتر، خاصة لو كنت بتقترب من الحاجات دي بحاجة تعتبر فيها شوية صبر وعناية. ممكن تتخلى شوية عن شوية سلوكيات تعتبر غير صحية خاصة على المدى الطويل لليوم ده. توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 مايو ل 20 مايو. عندك بداية جديدة هتتعامل بيها في الوقت المناسب ده. هتقدم على أشياء كتيرة تعتبر جديدة في الوقت الحالي ده، مش هيكون ليها في النهاية إلا أثر كبير على حياتك لفترة تعتبر حلوة من الوقت النهاردة. عليك بس إنك تستثمر الوقت ده لأنه يبقى وقت مناسب أكتر علشان من خلاله تبتدي لبدايات إيجابية جديدة. هيبدو إن عندك هتكون مصداقية وإمكانيات تعتبر جوهرية كبيرة. هيساعدك ده علشان تعرف تنمي وتشارك كل طموحاتك الشخصية مع أشخاصك اللي بيعتبروا قريبين منك في اللحظة دي.